بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالحنا حول وجود شبكة إجرامية مختصة في تخريب وسرقة الكوابل النحاسية مع تجميعه وإخفائه بأحد الحظائر الغير مرخصة الواقعة بالمنطقة الصناعية حسين مسعود. تم مداهمة المكان السالف الذكر ليتم العثور على كمية معتبرة من الكوابل النحاسية من مختلف الأحجام والأوزان تقدر ب 150 قنطار.